أحداث مرت، طرف حدثت، حضارة نشرت، حروب وقعت، أمم اندثرت، أجيال ولدت. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. أدباء شعراء ظرفاء، موسيقى طرب وغناء، علم أدب وتراث، طرف فاقت أحداث، شمس نارت أكوان، لون من كل الألوان. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. طرائف العرب غاية الأرب، واحدة باليوم تقطر كل يوم. طرائف العرب. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طرائف العرب. هذه الطرفة في هذه الليلة تدور بين يدي الأمير أبان ابن عثمان ابن عفان، وكان أميرا فكها لطيفا، ومعه أشعب. وأشعب أذكركم به هو المشهور بأشعب الطماع، الذي سأله البعض، قالوا له: يا أشعب، ماذا بلغ من طمعك؟ قال: والله ما رأيت اثنين يتساران بحديث قط إلا ظننت أنهما ينتويان أن يقدما إلي هدية، وما رأيت عروسا تزف قط إلا كنست بيتي واستعدت رجاء أن يغلطوا في البيت وأن يدخلوا بها عندي. هذا هو أشعب، وهذا هو أبان ابن عثمان، وهذه هي الطرفة. هلم بنا إلى مشاهدها لنرها. كم أحب أن أرى الارتياح قد بدا على وجه مولاي كما أراه الآن. لا بأس يا أشعب، لا بأس. في الحقيقة كان اقتراحك بالخروج للطبيعة شيئا مفيدا. ها أنت ترى يا سيدي الأمير أن خادمك أشعب لا يحسن تناول الطعام فحسب. لا 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 لا، بل هو يتقن أكثر من باب في هذه الحياة. ولكنك في باب التهام الطعام الأشطر. صدقت يا مولاي، صدقت. سيدي الأمير، ألا ترى معي أن في الطعام متعة ليس بعدها متعة؟ يمكنك أن تقول إنها واحدة من متع الحياة لا أكثر. أما بالنسبة لي فهي الأولى. لا أشك في ذلك. تعال. أمرك مولاي. أخرج يا مولاي. إذا حضر الطعام بطل اليتم. ماذا؟ يا مولاي الأمير، الحديث عن الطعام أشبه باليتم، ولكن حضور الطعام يبطله بلا شك. إلى هنا وصل التشبيه. هيا يا مولاي، وبسم الله نبدأ. وبحمده ننتهي. مولاي، لا زال الحمد بعيدا. لا أظنك يا سيدي
إلا أنك ستدعو ذاك الأعرابي للطعام. صدقت يا أشعب، وأعرف كم تبغض مثل هذا الأمر. إني لا أبغضه فحسب يا مولاي، ولكن وكما ترى فالطعام مقننا وبالكاد يكفينا. يا غلام. مولاي. ادعو ذاك الأعرابي لمجلسنا هذا، هيا. أمر مولاي. لا شك أن ما تفعله يندرج تحت باب حب الطعام. السلام على مولاي الأمير. وعليك السلام أيها الأعرابي، تفضل وشاركنا الطعام. إني صائم إن شاء الله. تفضل بالجلوس إذا. شكرا يا مولاي. يا غلام. مولاي ارفع الطعام، لا يجوز الأكل بحضور الصوام. أمر مولاي. هات يا أخ العرب، حدثنا لأي عرب تنتمي. أنا يا مولاي تميمي المولد غطفاني النشأ. حياك الله يا خال، أنت من قرابتنا والحمد لله. وهذا ما يزيدني شرفا أيها الأمير. اسمع يا خال. أمر مولاي. إني منذ مدة أبحث عن حصان بصفات معينة، فما أدركته حتى رأيت حصانك ذاك، فهل تبيعه؟ نعم، فأني ما تركت بيتي وجئت إلى الحبر إلا لهذا الغرض. حسنا إذن، إني أعطيك فيه 100 دينار، ما قولك؟ إني وافقت أيها الأمير. أيها الخال، إني أعلم أن حصانك ذاك لا يباع في السوق بنصف هذا المبلغ، ولكني سأزودك ثمنه عروضا لقلة النقد عندنا، أتقبل ذلك يا خال؟ نعم أقبل بكل سرور أيها الأمير. إذن هيا يا أشعب، وهات صندوق العروض الثمينة خاصة له. ها هو صندوق العروض يا مولاي، ماذا تريدني أن أفعل به؟ أكرم الخال وأخرج أثمن ما فيه، ثم أكرمه أكثر في تقدير الثمن. هذه قلنسوة الأمير، يشهد فيها الأعياد ويقابل العظماء والأكابر وحتى العلماء. إنها لا تقدر بالثمن يا سيدي، تفضل. هات قدرها وأحسن التقدير إكراما للخال. نزولا على رغبة الأمير في إكرامك يا خال، نقدرها ب50 دينارا فقط. هيا يا أشعب، أخرج ردائي. ولكنه ثمين يا مولاي، الرداء الثمين، ما أكرمك. هذا رداء مولاي الأمير، يشد همته ويحل قامته ويصلي فيه الصلوات الخمس ويعز به عند الوقوف على الرأس. في الحقيقة يا سيدي إنه لا يقدر بثمن، ولكن لقرابة الخال من الأمير نقدره ب30 دينارا. الأمير يعلو بهما المنبر ويطأ بهما البسط والطنافس المدمخة بالعنبر، ويواجه بهما ذوي الحاجات ويمسح عليها عند الضرورة للصلوات. قبحك الله من مقدر وقبح ما تقدره. في الحقيقة هما يجلان عن التقدير، ولكن
كرامة الخال تجعلنا نقدرهما قدرهما قدرهما بأربعين دينارا فقط. والآن أضم إليك متاعك أيها الخال وبارك الله لك فيه، ولولا قرابتك لنا ما كنا سمحنا لك بهذه الأشياء الثمينة. هيا يا أشعب وتسلم الحصان من الخال واقبض منه فرق ما بقي لنا عنده، فنحن اشترينا منه الحصان بمئة دينار وقد تسلم منا عروضا بمئة وعشرين دينارا. سأتسلم منه في هذه الحال يا مولاي عشرين دينارا فقط. تبا لكم، أبيع حصانا أم كلبا؟ تأخذون حصاني وتسلبون مالي، أنا البائع أم المشتري؟ إذا كان هذا شأن أمرائكم فما بال مأموريكم؟ اسمع أيها الأمير، لن أبيع حصاني ما حييت. ونحن لن نشتريه منك ما حيينا، ولكن أمرنا لك بمئة دينار. هيا يا أشعب وسلم هذا الأعرابي مئة دينار واحتفظ بحصانك. هذا هو الحل الحلال يا خال. أما قلت لكم أيها السادة، هكذا كان الأعراب في صراحتهم، هم على سجياتهم وعلى طبيعتهم، يقولون ما تمليه عليه قلوبهم. هكذا كان الأعراب، وهكذا وقع من هذا الأعرابي ما وقع بين يدي الأمير أبان ابن عثمان. إخوتي أخواتي، شكرا لكم في نهاية هذه الحلقة لحسن متابعتكم، وإلى حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث مرت، طرف حدثت، حضارة نشرت، حروب وقعت، أمم اندثرت، أجيال ولدت. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. أدباء شعراء ظرفاء، علم أدب وتراث، طرف فاقت أحداث، شمس نارت أكوان، لون من كل الألوان. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. طرائف العرب غاية الأرب، واحدة باليوم تقطر كل يوم. طرائف العرب.